السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عايز اقول لكم وحياه ربنا اقسم بالله قسما برب العزه كذاب قسما برب العزه ان انا كنت سايق وفي حالي وماشيين في الطريق بتاعنا وبنتناقش انا ومراتي في موضوع ان الجو ساقع وتلج وزي ما انتم شايفين احنا متلجين فبنتناقش في موضوع ايه هو الموضوع بقى عشان عايزكم اضحكوا يعني انا بقول لها ايه اما تخيلي اللي في روسيا بيكبوا المايه المغليه يعني بيرشوا المايه المغليه ممكن من الشباك عندهم تنزل تحت تبقى تلج فقالت لي اه الجو ساقع فعلا عندهم جدا قلت لها الحيوان الدب اللي عايش في التلج ما قلتش حيوان قلت الدب اللي عايش في التلج يبقى قالت لي ايه ده هو الدب عايش في التلج هو مش عايش في التلج قوي يعني بس هما بيقولوا يعني ان هو بيعيش في مناطق ثلجيه وكده قالت لي يعني ايه انا مش فاهمه هو ده بجد ولا حقيقي قلت لها هو ايه اللي بجد ولا حقيقي قالت لي هو الدب فعلا من التلج يعني هو الدب من التلج انت متخيلين دينا بتفكر قالت لي انا كنت فاكراها العاب كرتون وكده دينا بتتكلم على افلام الكرتون يبقى فيها بتاع كده بمناخير كده اللي هو بيحط جزرايه وبتاع فاكرينه حقيقي انت متخيلين فاكرينه حقيقي فاكرني حقيقي انت بتقول كلام وخلاص طب احلفي بحياه ولادك مش هتكلم اصلا احلفي ولا هحلف انا يا جماعه وقفت الفيديو عشان انا وقفت العربيه وصورت الفيديو عشان مستقبل ولادي بس مراتي فاكره ان في دب من التلج معمول من التلج انتوا متخيلين يعني لو الجو حرر يسيح يا جدعان انا مش قادر اتخيل ازاي جالها مخ كده في روح جوه التلج ازاي في روح دينا بتتكلم والله عظيم جد بتقولي فعلا في دب كده يا دينا انت بتهزري قالت لي لا والله بتكلم جد قلت لها طب انت تقصدي الدب يعني الدب قالت لي لا الدب التاني انا عارفاه اللي هو في جنينه الحيوانات ده هي عارفاه هي عارفه الدب اللي في جنينه الحيوانات لكن هي فاكره انا بتكلم على دب تاني انت انا خايف على اولادي مستقبل البت الصغيره اللي بترضع دي مستقبلها ايه في الايام الجايه ولا اي حاجه الواد العيال اللي ورا اللي نايمين مالك في ايه مش هحتفلهم معانا في كل حته ونايمينهم في العربيه ذنبهم ايه دول ذنبهم ايه طلعوا امهم فاكره ان في دب تلجي في دب تلجي ازاي يعني مفيش ده مقتنع ان فيه مفيش يعني بجد انا لا بس اشخاص تضحك عليا اضحك عليا في دب بجد انا مفيش طب والله العظيم احلم بالتراب بتتكلم حقيقي والله العظيم بتتكلم بجد تدي ولا ايه بجد يعني ربنا كرمني بامي ان هي بتخبط في اي حاجه في اي حاجه في الحلل في بتاع امي قلبها بلوزه فقلت اتجوز واحده ما شاء الله يعني تبقى عارفه دي فين ودي جايه منين والدنيا حلوه طلعت فاكره ان في دب تلجي يعني مفيش لا في من ازاز ما بهزرش انت من دلوقتي بتقولي في دب عايش في التلج ايوه عايش الدب اللي هو القطي ده ولا مش عارف القطي الدب القطي عايش في التلج قطي مش القطبي في حاجه اسمها القطب الشمالي كله تلج ده القطب الشمالي ده كله اسالك سؤال انت دلوقتي تقولي في حاجه بتعيش في التلج عيالي فلستها جبادي ولادي مسختنا ولادي 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 والله خايف على مستقبلهم اه بالراحه استعد بالله كده لا حاضر انت قلت لي من شويه ان في دب كتي كتي ده كبتوني ده مش عارفه كبت اسمه ايه كبت اسمه ايه مسيحي اسمه ايه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ قطبي مش قطبي قطبي؟ اه ماشي دب قطبي في ايه؟ خلاص كملي ماشي عديها قلت لي بيعيش في التلج مش انا ما قلتش بيعيش هو عايش في مناطق تلجيه يعني هو في كتير منه اه لونه ابيض كده يعني دب بجد دب بجد اه مش اي كلام مش لعبه يعني استغفر الله بص اخد موضوع يا زهر لا ماشي قولي دب بجد ايه زي الجيت في حيوانات في جيت الحيوانات اللي هو زي اه طيب في منه بقى تلج فلو
ادعولي ادعولي. ايه ثواني اشترك في القناه وفعل الجرس عشان تدعي لي. استنى بس استنى. عشان كل ما اعمل فيديو تدعي لي. طب يعني بجد في ثلج؟ عايش في الثلج بس ثلجي. مش بهزر على فكره، مش انت قلت لي مش بتهزر؟ هو عايش في الثلج مش هو عايش في الثلج انت بتقول ها؟ أغلب. انت كنت مدرسه ايه؟ مش فاكره اسمها. يعني انت يعني ما شاء الله متعلمه يعني ولا ايه؟ بس ايوه الحمد لله. بس انا عايز اعرف هو كان ثلج يعني؟ عيالي ايوه عيني عيالي عيالي لا حول ولا قوه. هو كان عايش في الفريزر. يلا يا جماعه انت بتستقل ليه على فكره؟ سبسكرايب للقناه. انا وقفت والله والله ماشي بقربت اوصل والله وقفت في الشارع مخصوص اقسم بالله لما قالت لي الكلمه دي قلت والله لازم تتصور. اقسم بالله لازم تتصور. ما قلتش حاجه غلط، انت اللي قلت حاجه غلط. انا بسالك سؤال عادي يعني ايه المشكله؟ توضح لي السؤال يعني ايه المشكله توضح لي. مع السلامه. اشترك في القناه وفعل الجرس وقول لي ده دب كتي ولا كتي؟ كدبي كدبي قصدي كدبي. والله حاسس ان انا قلتها غلط. الدب القطبي. ايوه ده بقى عايش في الثلج. عايش في منطقه قطبيه الشماليه. قطن يعني؟ ما هي القطبيه دي تحس ان هي قطن. مش القطنية. فعلوا الجرس واشتركوا في القناه. انا هكمل معاها دي مراتي وقتها. انا هاخدها المستشفى بكره بتاعت العباسيه اظبط لها المستوامين. اوديها مثلا حرفيين يردوها على الباري. السلام عليكم.